عقب شهر من عرض الزواج وارتداء الخاتم الماسي في اسبانيا، احتفلت دانا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني مساء امس الاربعاء بخطبتها الرسمية من شاب يدعى ألين سعد. ونشرت دانا ابنة عاصي الحلاني صور من الخطوبة عبر حسابها على انستجرام معلقة يد بيد من القلب الى القلب، وتابعت مع نشر صور ولقطات اخرى ابرزت فستانها المميز المختلف مدونة مع بعض دائما والى الابد. وإليكم معلومات عن دانا الحلاني. تدعى دانا الحلاني تبلغ من العمر 26 عام، الابنة الوسطى للفنان عاصي الحلاني، تعمل شيف في مجال الطبخ. اكتسبت شهرة كبيرة من عملها إذ يتابعها نحو مليون شخص عبر انستجرام. تم خطبتها منذ شهر على رجل أعمال يعمل في مجال البورصة والاستثمار المالي، عريسها لبناني الجنسية ولديه عمل خاص في قبرص. وكان الفنان عاصي الحلاني حريص على تهنئة ابنته دانا بخطبتها، إذ علق على الفيديو الذي شاركته عبر حسابها على انستجرام بجملة مبروك أميرتي الصغيرة.